فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. نعم، وكذلك الإمام أحمد يقول بفضل العرب كما في هذه الرسالة التي أرسلها إلى أبي سعيد الإصطخري، إن صحت نسبتها إلى الإمام أحمد فإن فيها مدح العرب، لا مطلقا ولكن من ناحية ما قاموا به من نصر هذا الدين وحمله، مما قام به المهاجرون والأنصار. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمهاجرون والأنصار من صميم العرب، لأنهم إما من أهل مكة ومن قريش وأحلافهم وأتباعهم، وإما من الأنصار وهم الأوس والخزرج من العرب القحطانية، وأولئك من العرب العدنانية، فهم الذين قاموا بهذا الدين خير قيام ونصروه وآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه، فمن يجحد فضلهم في هذا؟